السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناة سميرة حديد طول الطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هاد الاشناك هادو بالكاكاو اللي بالشوكولا. نتمنى انهم يعجبوكم. تبعوا معايا المراحل. لاباط غزالة واعرة، انا دخلت فيها بتحدي مع الشيف اسماعيل نيدبوهو، دونك ان شاء الله نكون قد التحدي اللي دخلته. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. دونك كيف قلت لكم، اليوم غندير واحد الشناك بالكاكاو. هذا الشناك بالكاكاو عنده واحد الاهميه سبيسيال بالنسبه لي انا، لانني قبلت به التحدي في واحد الجروب ديال الشيف اسماعيل نيدبوهو. تنظن بان كل شيء المغرب، هذا المغرب المغربيات يمكن تعرفوه بزاف في الفيسبوك. دونك وانا قبلت التحدي وغادي ندخل معاهم في التحدي ديال هذا الشناك، وفي نفس الوقت غنفيدكم به. الو هنا المقادير كل شيء من عندهم، عطينا هاد المقادير باش نخدمه. دونك خصنا اون دو ريسبكتي، خصنا نحترموا هاد المقادير. دونك انا غنحترمهم كيف ما عطاهم لينا هو. دونك بسم الله بمشيئه الله، عندي نص كيلو ديال الطحين، عندنا 200 غرام ديال السنيده، عندنا 15 غرام ديال الكاكاو، 15 غرام ديال الشكلاط غبرة أسود الكاكاو معروف، 200 غرام ديال السكر الخشن سكر سنيدة، 500 غرام ديال الدقيق. ألوغ عندي هنايا 20 غرام ديال الحليب اللي دفيتها ودوبت فيها 15 غرام ديال الخميرة. أنا مغطيها دابا لأن باقي ما غاديش نخدم بها، هي غنخدم بها هي الأخرى. دونك أنا مغطيها. دونك وعندي 4 غرام ديال الملح، و 40 غرام ديال الزيت، 40 غرام ديال الزيت، وبيضه وحده، و 200 غرام اولا مليليتر ديال الماء. الماء يكون بارد ديما، لابينوازغي و لاباط فويتي ديما خدموا بالماء يكون بارد، من الاحسن غلاسي، من المستحسن انه يكون بلاصي. دونك اول حاجه انا خلطت هنا الدقيق والسنيده والكاكاو، دونك غادي نخدمهم مجموعين، غادي نخدمهم مجموعين باش يتخلطوا لي المكونات. نحيد هذا دابا كيلاش. انا الدقيق هربلته على جوج مرات، دونك غنضيف البيضه بالروبو، يكون على فيتاس مهيله، نمره واحد او لا جوج على حساب لي روبو اللي عندكم. كنتو بالعجانه خلطوا بيديكم، كتبوا بيديكم، خلطوا بيديكم، خلطوا 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 خلطوا، ما دلكوش في الاول، خليوا العجينه مزيان تخلط، وانتم تضيفوا المقادير والعجينه تتخلط، وعاد بداو تدلكوا فيها. دونك هنا غنبدا نضيف في الماء، دونك غنضيف الزيت، غنبقى غادا بفيتاس مهيلة، على ما تخلط لي المقادير كلها. وعندي 370 غرام ديال الزبدة بونة ديال التوراق اللي سرحتها اون بلوك، سرحتها درتها ريكتانجل، درتها مستطيل باش نقدر نورق بها. دونك دابا غنضيف شويه
لا فيتيس عن السرعه. دونك غادي نضيف دابا الخميره اللي خلط ديجا مع الحليب، مع 20 غرام ديال الحليب، 15 غرام ديال الخميره مع 20 غرام ديال الحليب. ها نتوما شفتوا العجينه تجمعات ليا، دابا غادي نضيف الخميره. صافي غادي نخلي العجينه ديالي تدلك مزيان ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي تدلك ليا العجينه. من بعد ما تخلطات لي العجينه ودلكات لي واحد 8 تاع الدقائق حتى 10 تاع الدقائق، غادي نضيف الملحه وغادي نكمل العجن. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك هنا العجينه ديالي ها هي دلكات، هانتوما شفتوا تتقلع من الروبو. دونك صافي غادي نحبس على العجينه. العجينه ديالي ها هي، دونك غادي نخليها ترتاح، غادي ندورها، غادي نكورها وغادي نديرها في فيلم اليمونتير وغادي نخليها ترتاح واحد من ثلث ساعه حتى نص ساعه، لان دابا مع الصهد دونك غادي نخليها في الثلاجه، غادي نخليها ترتاح في وسط الثلاجه. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نورقوها. دونك هنايا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا ترتاح، عندي ربعه الحليب غادي نديرها كريم باتيسير، غنصوب لا كريم باتيسير باش يلا تاخذ وقتها وتبرد. دونك غندير الحليب ديالي سخون فوق البوطه وغندوزو نصوبو لاباغي. درت الحليب، بعد ما درت الحليب يسخن دونك هنايا غندوزو نصوبو لاباغي ديال كريم باتيسير. دونك عندي ربعه ديال الصفار ديال البيض، غندير واحد 50 غرام ولا 60 غرام ديال السكر على حساب، على حسابكم نتوما. بغيتو حتى 80 غرام ديروا 80 غرام، لان هذا سميتو انايا بركه غير جوج معالق كافيين اللي هي 50 غرام قول ولا 60. دونك عندي جوج معالق ديال بودره الكريم باتيسير، جوج معالق ديال بودره الكريم باتيسير. دونك غنخلطهم مزيان بالفوي. والحليب ديالنا راه تيسخن، ندير واحد الرشه صغيره ديال الملح. انا تتعجبني بزاف لا كريم باتيسير مع هاد الرشيشه تاع الملح، تتعطيها واحد النسمه مزيانه. دونك الحليب راه هو سخن. دونك انايا الطريقه ديالي تناخذ منه واحد اولوش، واحد القياس، تناخذ منه القياس، تنخلط هاد الكريمه باش تنجريها، وغادي نخوي كلشي فوق الحليب اللي باقي، وغادي نبقى نحرك فوق البوطه حتى يعقد لي الخليط. هيا من بعد ما خلطت داك شويه الحليب اللي زدت، دونك ما بقى ليا الا غادي ننزل بهكايا بسرسوب هكدايا، غادي ننزل وانا تنحرك وانا تنحرك وانا تنحرك. نحيد شدي عليه، دونك هنا غادي نبدا ندير هكا، غنهز هادي ديال العود، مغرفة العود، وغنبقى نحرك حتى يعقد لي الخليط. ها هو بادي تيعقد، هانتوما شفتو
طعم فيه وغادي نحيدو. سي بون صافي الخليط ديالي ها هو عقد نتوما شفتو لا كريم عقدت صافي قليلا نحيدها وغادي نزيد دابا من خارج العافيه سمحوا لي خارج العافيه غنزيد لافاني. دونك هنا غنزيد قياس معلقه ديال لافاني. لا عندكم البودره زيدوا البودره، عندكم الاخر الساشي زيدوا الساشي اللي بغيتو. ما تزيدوش بالنسبه للكريم ما عمركم تزيدوا لافاني في الاول ولا ديما حتى الاخر باش تبقى لكم النكهه ديالها مزيانه. خذوا واحد الغطاء هكذايا اولا بلاطو اللي واجد عندكم اللي قريب الوغ غنخويوه باش يبرد. نسرحو هكذا فوالا. دونك غادي نغطيه او توشي ديما لا كريم خصكم تغطيوها او توشي. تقيس البلاستيك اللي غتغطيوها به يقيس لا كريم باش ما ديرش لكم ديك لاكوش باش ما ديرش لكم لاكوش. فوالا هانتوما شفتو هكذا بهذه الطريقه صافي. وغادي نخلي لا كريم تبرد ونتلاقاو دابا باش نديرو الفويطاج ديال لي شناكيا. فوالا العجينه ديالنا من بعد ما بردات هيا دونك غادي نسرحها. دونك غادي نديرو الفويطاج الكلاسيكي لي كلشي تيعرفو. دونك غنحط الزبدة بونة باردون دونك شوية خصني نزيد في العرض دونك 370 غرام قلنا. حيدوا الدقيق باش ما يكونش لكم عازل ما بين العجينات. ديما الدقيق دونك تجيو من هنا من الوسط وتسرحوا لعندكم وتمشيو عاوتاني تهزوا المدلك وتمشيو للوسط وتديو عاوتاني العجينه. دونك ان كار دو تور
فوالا دونك غندي هاد النص هذا هكا. دونك غندير في الاول غندير تور دوبل. يلا سيرو خليونا نديرو نمشيو في تور دوبل وعاد من بعد تور سامبل تور سامبل باش نخفو الخدمه شويه. دونك حيدو ليكسيدون ديال الدقيق باردون. حيدو ليكسيدون تاع الدقيق واحد على واحد هكذا. دونك هنايا عندي دو تور دي سي تان تور دوبل. دونك ديما من الوسط ونجي ونمشي عاوتاني للوسط ونمشي هكذا. انا ما نقطعش لا فيديو غنخليكم حتى تشوفوا العجينه كيفاش دايره لي سوبل. ما محتاجاش انني نريحها. فوالا دونك غنمشي عاوتاني دابا تور سامبل صافي. دابا وغادي نكمل انا الفويتاج. دونك باقي ليا هاد لو تور. دابا هادي هي الثالثه غندير هاد لو تور هذا ومن بعدو غنزيد واحد اخر صافي وغادي نحبس ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دابا غنكمل. دابا غندير هاد درت هذا سامبل وغنعاود واحد اخر سامبل. دونك هنايا من بعد ما كملت الفويتاج تور درت دو تور دوبل وواحد سامبل وواحد اخر سامبل. دونك دو تور سامبل. دونك مون فويتاج ها هو هانتوما. فوالا دونك دابا ما بقى لنا الا ندوزو نصوبو لي شنيك. دونك غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق وغنسرحوها ونصوبو لي شنيك ديالنا. من بعد ما سرحت العجينه هانتوما السمك ديالها هكذا هانتوما شفتو ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه. دونك ناخذ لا كريم باتيسير ديالي اللي ديجا بردات. خاصها تكون بارده باش ما تخسرش لكم العجينه ديال الفينوازغي. دونك ناخذ خاص تكون عندي كوش رقيقه ما تكثروش لا كريم. تقولوا حقا نتفنوا عليها ولا هذا سميتو نكثروا لا كريم نو. ولا كريم هاد الجهه هادي اللي غادي نلصقوا فيها اللي غادي تلصق ما تقيشهاش لا كريم. لا كريم تكون كوش رقيقه. هانتوما شوفوا هلا هلا نحيد عليكم هذا. متقيسوش الجنب. فوالا سي بون. دونك دابا غادي نرش عليها لي بيبيت ديال الشوكولا.
نرش على دي بيبي ديال الشوكولا، حبيبات الشوكولا نرشهم هلا، وغادي نبدا نطوي هكذا. غنجي لهاد الجنب، هذا هو الاول، غادي نطوي لو بلي ديالي ونعاود الرولي. وانتوما ما تتزيروش 100%، ولكن واحد نوعا ما تتزيروا شي شويه باش ما تجيكمش باش تجيكم ما تجيكم محلوله، باش تجيكم زوينه في هذا سميتو في ملي تقطعوها في الطياب غتجيكم مزيانه. دونك هنا يا اما غدوزوا البيض يا اما غدوزوا الماء. دونك انا عندي البيض، دونك انا غندوز هنايا بشويته شويه تاع البيض ونطلقوا. هنايا انا عندي خليط ديال صفر بيضه مع معلقه ديال الماء، دونك هو اللي غادي ندوزوها عليه. وهاد ديال الشوكولا نحاولوا ما ندهنوهاش بالبيض من الفوق، لان ما غاديش يخلي لنا داك اللون ديال الكاكاو يبان، غتولي تبان لنا بحال محروقه. فوالا غادي نديرها في الثلاجه. انا غندير معكم شكل اخر ديال الشناك، عماره اخرى من غير لا كريم باتيسيير. هذه دابا غادي نخشيها في الثلاجه تبرد لي شي شويه باش نقطعها. غادي نخليها على ما نعمر هذه. دونك هنايا الشناك النوع الثاني ديال الشناك، دونك انا غندير سرحت العجينه عندي فروماج كيري ديليس، هذا كيري دونك غادي نسرحو مزيان فوق. الا ما هذا ما وجدش لكم كيري فيلادلفيا او الماسكاربون تجي رائعه مع هاد الشناك هادي. وفريمون هاد الشناك هادي انا تنفضلها على الشناك الاخرى، لان تجي ما بين سكري سالي، فريمون تجي رائعه، روعه 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 كيف ما تنقول لكم انا، راها روعه فريمون، تجي زوينه بزاف هاد الشناك هادي. دونك تسرحوها ديما وخليو هاد الجنب هذا فين يلصق داك الطرف الاخراني. فوالا ملي تنسرحو كيري ديليس اولا اي جبن عندكم، جبن المثلث حتى هو داك لافاش كيري، ولا عجنوه مزيان بالمعلقه وديروه، ما تقيدوش بهذا سميتو مي وفيلادلفيا تيجي رائع بزاف. عاد فيلادلفيا ما زعما مذاق رائع بزاف. انا دابا ما متوفرش ليا عندي كيري ديليس، خدمت بكيري ديليس لان في رمضان خدمت هنيت بكيري ديليس، دونك جاو رائعين. دونك غديروا الفرماج محكوك، فرماج احمر، الجبن احمر مبشور. وكو عندكم لو شوا هذا، يا اما الزبيب، يا اما الحبيبات الشوكولا، يا اما ديروا خليط ديالهم بجوج، يا اما دوك لي فروي كونفي دوك الفواكه داك المعسله حتى هما تيجيو هنا مزيانين. دونك غادي نبدا نلوي شناك، سمحوا لي نشفي يدي باش ما تجلخش لي العجينه. فوالا دونك هنا هنايا الخليط تاع البيض مع المعلقه تاع الماء اللي درت
اللي درت دونك فوالا سي بون. دونك غادي ندير هادو في الثلاجه حتى نقطع الاخرين لي بلا كريم باتيسيير. هنايا لي شناك ديالنا من بعد ما جبدناهم من الكونجيلاتور غتاخدو شي موس يكون ماضي فوالا. دونك هكايا ملي تتقطعوها هكذا تدير تتشدو هاد القنيته وتديروها هنا لتحت. دونك غادي نحطها هكذا في الطاوله يكونوا متباعدين انتوما ديما. ها انت القياس ديال الصبع دونك تقطعوا. دونك انا غنكمل التقطاع. ها انتوما شوف غير تتبداوها وتتوصلوا هنا للوسط وتتكملوا لتحت فوالا. دونك انا غنكمل التقطاع ونتلاقاو. دونك هادي بالنسبه لهادي الفرماج. دونك غادي نقطعهم ميلين باش منين نبغيو نحطوهم في الطبسيل غادي يجينا شكل ميل وشكل داير. هادو دابا هاد الشكل هذا انا درت معكم دابا غير هادو، مي ابري كاينين لي بالميي، كاينين شكيلات، كاين شكيل ديال لي بالميي، كاين شكيل اللي نصوبوها على شكل قلب. هادو ان شاء الله نديرهم معكم في دي غوسيت ديال العجينه بيضاء. فوالا هكذا هانتوما شفتوا الشكل اللي تنحصلوا عليه تتكون مايله فوالا. دونك انا غنكمل التقطاع وغادي نغطيهم وغادي نخليهم يبردوا يخمروا ومن بعد غادي ندهنوهم بالزبده لان الكاكاو الا درنا البيض كيف قلت لكم غادي ما يبانش لنا الشكل، ما يبانش لنا الشكل. دونك غادي ندهنوهم غير بزبيده ونخشيوهم يطيبوا حتى يخرجوا عاد ندهنوهم بالناباج. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنايا من بعد ما خمروا لنا لي شناك ها هما انا دهنتهم بالزبده دونك غادي نخشيهم في الفران اللي سخنته على 170 درجه. دونك نتلاقاو من بعد ملي يخرجوا لنا من الفران. الوغ لي شناك ديال الكاكاو ها هما هانتوما شوفوا الفويتاج ها هو فوالا. هادو لي بالفخوماج، هادو لي بالفخوماج والزبيب ها هما درت فوقهم الزبيب، وهادو لي بالكريم باتيسيير ولي بيبي دو شوكولا. بالصحة والراحة.